بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء في محاضرة جديدة عن الديفلوبمنتال ديسوردر. من الديفلوبمنتال ديسوردر المهمة التي هي موجودة في جميع المجتمعات هي الداون سندروم أو ترازمي 21 اللي احنا بنسميه الطفل المنغولي. Down syndrome is trisomy 21 is the most common identifiable cause of mental retardation and a condition associated with various congenital anomalies. طبعا من المتعارف عليه ان Down syndrome هو اكثر مرض له علاقة بالتخلف العقلي المنتال retardation الموجودة في المجتمعات، ومع ذلك هو يصاحب بعض الكونجنتال انوماليز، بعض العيوب الخلقية اللي بتكون موجودة في هذا الطفل. Each child with Down syndrome has unique set of genes beside the effect of the extra gene in the chromosome 21. كل طفل من الأطفال بالإضافة إلى إنه في إكسترا جين في السلم الجيني 21 ترازم 21 ترازم يعني ثلاثي في السلم الجيني رقم 21 بدل ما يكون 2 هنا بيكون 3، ولكن برضه في عنده تركيبة خاصة جينية لهذا الطفل. كل طفل عنده ترانزميت 21 ولكن في بعض الجينات الأخرى اللي ممكن تكون مصاحبة لهذه الحالات، لذلك فإن هذا كل طفل يختلف عن الآخر في العيوب الخلقية اللي ممكن تكون متواجدة عند هؤلاء الأطفال. Clinical manifestation and associated problem. Characteristic features. الشكل العام للوجه متعارف عليه زي الطفل المنغول هتكلم عليه. Brachycephaly. الشكل العام للوجه. Oblique palpital fissure اللي هي موجودة في الهاند. Epicondyle fold في الهاند. Flat nasal bridge منطقة الأنف. Protruding tongue اللي هو لسان خارج الى خارج فتحة الفم. small lost ear الاذن تبعته على الجهتين بيكون صغار نزلات لتحت شوية. cremation creases of palm الخطوط اللي في البالم احنا عندنا ثلاثية وهو جانبي وهو خطين عرضيات. ممكن يكون associated with congenital heart defect عنده عيوب خلقية في القلب، ممكن يكون تخلف عقلي ودرجات من التخلف العقلي عبارة عن 4 درجات أو 4 مستويات من الـ IQ بتكون موجودة عند هؤلاء الأطفال. هايبوتونيا ضعف في الحركة. growth retardation النمو تبعه بيكون في تخلف وقلة واضمحلال في growth. سكالي دراي سكين السكين تبعه بيكون برضو جاف. potential problem associated with trisomy 21 هنحاول نتكلم مع كل واحدة فيهم. congenital heart malformation عيوب خلقية في القلب. congenital GIT malformation عيوب خلقية برضو في الجهاز الهضمي. hypothyroidism thyroid gland برضو فيها مشكلة. short stature القصر. visual defect مشاكل بالنظر. obesity السمنة. hearing defect عيوب بالسمع. mental retardation تخلف عقلي. hypotonia of infant الطفل الصغير اول من ولد يكون عنده هايبوتونيا الحركة تبعته ضعيفة. scissor تشنجات. dislocation of upper spine الابر صبعان فيه بكون عيوب خلقي في الجانب العلوي. failure to thrive يعني بمعنى انه النمو تبعه بيكون قليل. gait abnormalities الشكل العام تبعه التيتشر تبعه والطول والوقفة تبعته مختلفة غير طبيعية. alopecia ممكن يكون عندهم صلع. and leukemia اللي هو سرطان في الدم.
المشاكل التي تنشأ في الجهاز الوعاء القلبي congenital heart malformation AV canal arterioventicular canal VSD BDA patent ductal arteriosus and tetralogy of Fallot. وهذه الشغلات بتحصل ل 40% من الأطفال اللي هم داون سندروم ممكن يكون عندهم عيوب خلقية في القلب. الإيفاليويشن أوراي فور كولر تشينج بالس ريسبيراتوري ريت أند ريس أند وود ستريس أسيست توليرانس أوف فيدينج فور إيرلي تراينج أور فريكوينت انتربريتيشن أوف فيدينج إيكوكارديوغرام يوزوالي دان ديورينج نيونيتال بيريود on or infant with اللي هو DS مشاكل في القلب. طبعا هو احنا دارسين في نيوناتولوجي العيوب الخلقية في القلب ونشوف الايفالويشن تبعتها وكيف ممكن نعملها عن طريق الايكو او اول شيء تغير في اللون، صعوبة في التنفس، عدم المقدرة على الاكل، ازرقاق من الشغلات هذه، يعني حتى في الفيدنج بتعب، فهذه early signs of heart problem. management early identification يعني الست تكون واعية لهذه الساينز والسمتوم، هذا بكون في الانتينيتال كير، نكون توعية للستات المشاكل اللي ممكن يكون موجودة عند الأطفال. وغالبا من الشكل العام للفيس تبع الوجه تبدأ المذر أو الفاميلي تشوف انه هذا الطفل مختلف عن الاطفال العاديين، نبدأ نبحث صورة مبكرة عن المشاكل اللي ممكن تكون موجودة عنده. التريتمنت كان بريفنت هارت فيلير اند كومبنسيشن اوف بورو جروث. طبعا التريتمنت كل مشاكل العيوب القلقية بتخفف انه يصير عنده هارت فيلير، وممكن الهارت فيلير هو سبب من اسباب الوفيات. ميديكال اور سيرجيكال انترفنشن كوركشن مينيمايز مورتاليتي from simple to cardiac defect. طبعا السمبل كارديك ديفيكت زي سمول في اس دي، البي دي اي ممكن يكون ميديكال تريتمنت، ممكن يكون سيرجيكال تريتمنت، والميديكال والسيرجيكال انترفنشن في هذه الحالات حتقلل المورتاليتي عند هؤلاء الاطفال. مشكله اخرى ممكن يكون عند هؤلاء الاطفال داون سندروم congenital جي اي تي مالفورميشن 12% من الحالات، مشاكل عيوب خلقية في الجهاز الهضمي، يكون عنده بيلوريك ستينوزيس، ديودينال اتريزا، انتراكيو سوفيجيال فيستولا. بيلوريك ستينوزيس هو ضيقاق في الكاردياك سفنكتر تبعت المعدة على فم المعدة. ديودينال اتريزا في منطقة الديودينال برضه يكون اتريزا مش موجود. تراكيو سوفيجيال فيستولا هو ابنورمال كونكشن بتوين التراكيا اللي هي موجودة في الجهاز التنفسي والإسفيجاس اللي هي موجودة في الجهاز الهضمي. Observe for coughing or vomiting especially with feeding. طبعا أحيانا لو كان عنده تراكيو إسفيجيال فيستولا ويكون عنده connection بين التراكيا والإسفيجاس، لما نريد نعمل feeding للطفل حيصير struggling، هيختنق لأنه جزء من الحليب هيمشي من الفيستولا اللي في الاسوفيجاس وهتروح على التراكيا. بايل ستينت فومتس سجست لور تراكت ابنورمالتي. لو كان الطفل عمل فومتنج وكان بايل ستينت معناته في مشكله او عيب خلقي في اللور جاسترونتستاينال سيستم. بارشل دايجست كونتاكت سجست ابر تراكت بروبلم. اذا كان بارشل دايجست بيكون في الجزء العلوي. Observe bowel movement and poor abdominal distension. Radiographic studies are done. طبعا عن طريق الإشعاع ممكن نعمل تشخيص لهذه الحالة. المانجمنت تبعتها GIT reflux bringing or material from esophagus into the trachea can cause arching during feeding. Poor weight gaining, chronic respiratory problem, allergy and asthma. طبعا العلاج هنا هيكون symptomatic treatment. ممكن يكون نمونيا حصلت او aspiration بدنا نعالجها، ممكن يكون surgical correction لتراكوسوفيجال فيستولا لديودينال اتريزا للبريركستونوزيز. هؤلاء غالبا ممكن نعمل
نحتاج انه سيرجيكال انترفنشن عشان ايش نقدر نعالج هذه الحالات في الايرلي نيونيتال بيريود. ايرلي نيونيتال بيريود مشكلة أخرى هايبوثايروزم اتكلمنا عليه قبل هيك. 10 لـ20% من الحالات 10-20% of the cases have hypothyroidism. بدنا نشوف ال weight gaining, بدنا نشوف ال hair loss, lethargy, short tissue, vocation, depression. ثم الطرف اللي دائما هناك بكون عنده خمول بقلة حركة عامة. Can develop any time or over life cycle. Newton screening include T3, TSH, T4. طبعا هذه لازم نعملهن, وعندنا دائما بنعمل الشغلات هذه كـ early identification للهايبوثيروديزم, بنفحص هذه الشغلات. طبعا العلاج تبعها تيرويد هرمون ريبليسمنت, نعمل عملية تعويض الهرمونات, وقلنا هذه لايف لونج طول حياته. فيجوال ديفكت عيوب في النظر, ريفراكتيف ايرور 70% من الحالات في عندهم مشاكل بالنظر, استرابيزماس حول نستاجموس لابورية كاتراك اللي هو المية البيضة في العينين, كل الشغلات هذه ممكن تكون موجودة عندهم. لاحظوا انه استرابيزماس 50% من الكيسات. طبعا بدنا الفاميلي المذر الكير جيفر هو غالبا اللي حيكون حيعمل early identification و observation عشان نشوف هذه الشغلات. observe for identification of vision problem such as head tilt or poor visual tracking. طبعا احنا اخذنا في growth and development انه الطفل في بداية حياته بشوف على بعد حوالي 30 سنتي, ولازم يكون دايركت المسافة بعيدة عن العينين فاست 30 سنتي, وبعدين شوي شوي بيبدأ يتحرك مع الهاند موفمنت, وكل عين بتشوف لحدها. يعني ممكن نفحص العين الشمال العين يمين, نقرب اوبجكت ونشوف بلينكينج ريفلكس, نشوف الرياكشن تبع الطفل لو احنا قربنا عليه, او نشوف انه بلاحظ انه الاوبجكت قريبه من عينه بتحرك معها او لا. Use stellar activity as visual screen tool for those who cannot cooperate with seeing chart. طبعا seeing chart قاعد بتكون للاطفال الاكبر مش في نيونات البيريود, ممكن يكون screening اخر. Positive finding in the first year of life warrant immediate referral to ophthalmologist. طبعا احنا واحنا لاحظنا early, كل ما احنا عملنا early identification of the problem وحولناه لاخصائي النظر, اخصائي النظر ممكن يساعدنا وهو يحل المشكله بصوره جذريه ان شاء الله. All individuals should be seen by pediatric ophthalmologist or one who is skilled in evaluating children at age 1 طبعا years, and vision evaluation should continue throughout life. طبعا لازم احنا باستمرار نشوف او نعمل evaluation للنظر عند هذا الطفل. Undetected visual deficit can cause failure to achieve developmental milestone and cause permanent loss of vision. طبعا لو احنا ما اكتشفناش هذه الحالات بصورة مبكرة ممكن تعمل loss of vision. Hearing defects مشاكل بالسمع 60-90% 60-90% of cases عندهم مشاكل بالسمع. Mild to moderate conductive hearing loss, enlarged adenoid وسليب أبنية, هدول برضو بكونوا مصاحبات لهذه الشغلة. Assess for curiosity and response to sound of varying quality. طبعا احنا نشوف الطفل نعمل اسسمنت للسمع عنده. Auditory brain stem response assess hearing in infant sound field testing for children older than age 1. Tympanometry to assess mild
اور ميدل اير فانكشن. طب ايش احنا الشغلات اللي احنا ممكن نشوف استجابات الطفل لها؟ لاحظ مع بداية النمو للطفل بيبدأ اللي هو يكون انتباه للطفل عند الأصوات القريبة والبعيدة. بتحس إن الطفل لو سمع صوت عالي وهو بعيد في انتباه له. ونقرب حالنا برضه ممكن نلف رقبته باتجاه الصوت وفي إنه هو انتباه لهذا الصوت. إذا الطفل ما جربنا أصوات وجربنا أصوات قريبة من الأذن وما استمعش إلها معناته في عنده هذه مشكلة، فلازم نبدأ early identification و early treatment. ممكن يكون عنده نانو اير كانال عن سبت الاميون ديفيشنسي كان كوز كرونيك ميدل اير انفكشن وتاتس ميديا. اللار ادينويد كان كوز ابر اير واي اوستراكشن سبيشالي ديورينج سبيب. هذول ممكن يكون مصاحبات وهن سبب انه يصير عنده ميدل اير انفكشن الادينويد ميدل اير انفكشن وتعمل كوندكتيف هيرنج لوس. التريتمنت كان رينج فروم انتيبيوتيك فور سمبل اوتاتس ميديا تو مارينجتومي تيوب اور ادينويدكتومي في حالات اللي هو ممكن احنا يصير عنده هيرنج لوس. اذا ممكن سمبل انتيبيوتيك لو كان، ممكن مارينجتومي ورجع على الطبله، وممكن ادينويدكتومي اللي هي السبب في الميدل اير انفكشن. هايبوتونيا of infant، هايبوتونيا during infancy period. طب الهايبوتونيا بكون 100% من الحالات عندهم هايبوتونيا وغالبا بتكون مصاحبة للهايبوتيروديزم، وممكن يكون هايبوتونيا without hypothyroidism. observe for blueness انه الطفل مرخي على الاخر، poor head control، بور اولر موتور فانكشن يعني مش قادر يبلع، مش قادر عملية الرضاعة يكون عنده صعوبة فيها في suckling and swallowing. infant should be placed on abdomen periodically while being observed and monitored for potential for suffocation. طبعا الطفل لو احنا حطيناه على abdomen صبعان حيرفع الهيد تبعته. طبعا هذا الطفل لو كان فلوب بيبي دائما الهيد بيكون ويش في مستوى اللي هو الماترس في مستوى الفرشة تبعته. الطفل الطبيعي لو احنا قلبناه خلال الشهر الاول على بطنه ممكن يبدأ يرفع حاله لفوق وفي حركة في الهيد. طبعا physical occupational and speech therapy لازم نعمل هذه. adaptive equipment giving extra support to head and neck when handling. طبعا هذه الكمبيوتر هيد لاج ممكن تعمل ستريننج في المسل تبعت النك، فممكن اللي هو بعض الحاجات ممكن نك كولر بسيطه خفيفه عشان ما يصيرش اللي هو تمزق في عضلات الرقبه عند الهاندنج عند الحمل. always keep head elevated for at least one hour after meal. الشين بوزيشن ريجولارلي بنعمل عملية تقليب للوضع عشان ايش تساعد انه الطفل يصير الاكتيفيتي تبعته تزيد شوي. اتلانتو اوكسيبيتال ان اتلانتو اكسيال سبلكسيشن اللي هي ديسلوكيشن اوف ذا ابر صبان ديو تو جوينت لاكسيتي حوالي 15% من هذه الحالات. عيوب في الهيكل العظمي. assess for head toilet increasing clumpiness limping and refusal to walk weakness of the arm. هذه الشغلات نشوفها early انه مش راضي يمشي في صعوبة في حركة او ضعف في الايدين في limping يعني او clumpiness انه بمشيش بصورة طبيعية وبرتكز كتير. بدنا نعمل اكس راي للسيرفايكال سبان تو ايفالويت اتلانتو اوكسيبيتال ديسلوكيشن ات ايج 2 اند ذن افري 5 يير ديورينج شايلد هود. بريسايز ميجرمنت ار تيكن تو دوكمنت الاينمنت اوف ذا سكال
عن فرتبرا دائما نعمل ميجامينج، دائما دوكومنت شوف ملاحظات. شيفتنج اوف ذا توث كان كوز كومبريشن ونيوريك دامج، طبعا لو كان في مشاكل او في مشكله في السكال في الاوكسيبيتال بون في مشكله، هذا ممكن تعمل مشاكل في الجهاز العصبي. Participation of Special Olympic and other activities that may require neck flexion should warrant as a baseline evaluation. يعني الأولمبيك يعني هي خلينا نقول التمارين، يعمل شوية تمارين ولازم نأخذ بالنا أثناء عمل هذه التمارين. الهدف منها انه لو شارك في هذه الالعاب ممكن يصير مزام في ديسلوكيشن، ممكن تعمل وورسنينج للكونديشن. If present participation in the contact support and gynecomastia is contraindicated. طبعا خلينا نقول انه يروح على الجيم ويعمل كومبتيتيف سبورت ممنوع. In severe cases surgery to view the vertebra and occipit عند استبلاد سباينال كولوم. طبعا السيرجر هذه عملية تثبيت للفرتبرا والسباينال كولوم، يعني ممنوع يشارك في رياضات يكون فيها عنف ويكون فيها حركة شديدة. فيلير تو ترايف، عمره سنة وزنه 4 كيلو، هذا مسميه failure to thrive. منذ الجروت on DS طبعا الشارت تبعت الجروت monitor feeding for length of feeding قديش بخد feeding schedule loss of feeding by vomiting. طبعا احنا عنده بيليريك ستنوزس هتعمل vomiting، تراك اسفيجيال فيستولا هتعمل vomiting، هيكون عنده poor growth وهيكون عنده failure to thrive. سين ليفل مونيتور تايب اوف فورمولا اند كالوريك كونتاكت، المهم يعني بدنا نشوف الفيدنج ميثود الكميات اللي اخذها الطفل وانواع الاكل اللي اخذها الطفل محتويه على جميع مكونات الغذائيه حسب العمر تبعه. نيوتريشنست كان ادفايز اون فورمولا ادجستمنت، طبعا نشوف اخصائي تغذيه عشان يعمل خلينا نقول ادجستمنت للفورمولا الاكل تبعه، يعطينا نصائح وارشادات. Therapist can help with positioning and type of nipple used to counteract effective of weak suckling. طبعا لو كان عنده احنا قلنا الطفل فلوبي بيبي وفي مشكلة في الفيدنج في مشكلة في السكلينج والسوالوينج، طبعا النبل تبعت الرضاعة ممكن نوسعها او نحط شيلد نبل للمضر عشان الطفل يرضع بصورة طبيعية. في عندنا هنا برضو مشكلة اخرى هي البترودد تانك بتأثر في عملية الرضاعة، نشوف ناخد بالنا من هذه الشغلات وبتأثر تأثير سلبي على عملية الرضاعة. المهم بدنا نشوف نعمل ادجستمنت للفورمولا وفولو اب جروت على جروت شارت ونحاول نوصله للوضع الطبيعي. شورت ستيتشر قصير القصر 100% من اطفال الداون سندروم شورت ستيتشر. كيف نحطه بلوت جروث سايد ونشوف مينيتور ستيج اوف بيبرتي، طبعا هيكون ديليت بيبرتي مي وارنت فيردر انفستيجيشن، البيبرتي والمراهقه طبعا هتكون عنده متاخره. يوز اوف هيومن جروث هرمون مي بي كونسيدر، ذس از ستيل كونتروفيرجن، ممكن نعمل جروث هرمون عملية تعويض وهذه لسه تحت الدراسة وغير مثبت انه يكون في الها اللي هو بوزيتيف افكت. اوبوزيتي السمنة 50% من الحالات عندهم اوبوزيتي. مونيتور تيرويد هرمون ليفل، سيريال مونيتورنج اوف ويت، مونيتور فور اماونت اوف اكسرسايز كالوريك انتيك عشان برضو على بروتس شارت. اوفر انديجيو باي ادلت اور يوز اوف فود ان بيهيفير مانجمنت انكريز ريسك اوف اوفر ايتينج،
Lack of social involvement lead to decreased activity, behavior modification is necessary. طبعا يعني خلينا نقول انه عملية التعزيز الايجابي عن طريق الأطعمة والأكل والأوفر إيتينج هذه ممكن تعمل عنده مشكلة بالأوبيزيتي. لازم نعمل البيهيفير موديفيكيشن إذ نسري، يعني مش كل ما يشوف حاجة بده ياكلها. الطفل يعني طفل هو عنده منتال ريتارديشن، درجة من المنتال ريتارديشن، يعني بيقدرش يحدد احتياجاته الخاصة فيه. كل ما يشوف أكل بده ياكل، كل ما يشوف أكل بده ياكل، بهذا تعمله عرضة للأوبيزيتي. فاحنا ممكن نعمل behavioral modification. مالك لوجن، طبعا المالك لوجن هذه لها علاقة بالفك، لها علاقة بالفك. 60 ل 100% من الحالات يكون عنده مالك لوجن. assess for مالك لوجن periodontal disease delayed eruption of teeth regular dental check up begin at age 2. طبعا نعمل assessment، نشوف المال اكلوجن، نشوف الفك العلوي والفك السفلي، ممكن بروترود التانك وبتأثر في المال اكلوجن، ممكن الفك السفلي يكون صغير برضه هتعمل مال اكلوجن، وهذا عدم اطباق للاسنان بدنا ناخذ بالنا منها. encourage good oral hygiene of the proper teeth brushing. نادم الورقة هي مهمة وبروبرتي براشنج، ونشوف لو كان ممكن نعمل إصلاح للعدم إطباق اللي ممكن موجودة عند هذا الطفل. mental retardation with varying change from mild to moderate 100% من الحالات هيكون عنده mental retardation. طب كيف بدنا نشوفها؟ routine developmental assessment using standard tool of measurement. شوف مستويات الذكاء ونحطه على منحنى نمو للذكاء. طبعا special education and treatment مهمة جدا. لو احنا تكلمنا على المنتال ريتارديشن، ممكن هؤلاء الاطفال نقسمهم لعدة كاتيجوري، فور كاتيجوري. ممكن يكون educable and trainable، educable وترينable، نون educable، نون ترينable، نون educable وترينable. يعني ممكن نعلمه وندربه، اي نوع ممكن نعلمه وما يكونش متدرب. ممكن لا الطفل لا بتعلم ولكن يستطيع التدرب على شغلات معينه، وفي السيفير منتال ريتارديشن نون ترينable، نون educable، لا بتعلم ولا بتدرب. وهذه مشكله عويصه من المنتال ريتارديشن. الزهايمر ديزيز افتر ذا ايج اوف 40، 15 ل 30% من الحالات اذا كان كتب له انه يعيش بعد 40 سنه. طبعا هذا ممكن مع كل هالمشاكل الموجوده عنده اللايف سبان تبعته ممكن تكون قليله، ممكن يكون عنده نسيان الزهايمر. اسس فور ديكريز كوجنيتيف فانكشن اند لوس اوف ميموري ام ار اي or CT scan show areas of plaque. طبعا نشوف عن طريق الـ CT والـ MRI انه في هنا في مشكلة في الدماغ. طبعا الواحد عنده الزهايمر بدنا نعمل له increase supervision، دائما نلاحظه عشان لا يؤذي نفسه ولا يؤذي الآخر. سيزر عشان نجاح بسيطة 6% من الحالات. onset of seizure is seen primary during adolescence and middle age في فترة الأدوسان ممكن يكون. طبعا ايش هنعمل؟ neurologic evaluation and appropriate anti seizure medication. لو كان انه هذه متكررة الحالات هذه هنستخدم anti seizure medication. other problem مشاكل اخرى communication disorder. طبعا هذا هيكون عنده مشكله مجتمعيه في اللي هو التعاون او الكوميونيكيشن والانتراكشن والسوشيال انتراكشن، هيكون فيها اشكاليه. ممكن يكون عنده الوبيشيا صلع 10% من الحالات، وممكن يكون جزء منهم اللي هو
1% من الحالات ممكن يكون عندهم لوكيميا، سرطان في الدم. من الملاحظ انه الاطفال الداون سندروم هذا عندهم مشاكل كثيرة وعيوب خلقية في القلب وفي الجهاز الهضمي والكوميونيكيشن. فاحنا هنا لما نحن بنتعامل مع الطفل او الاطفال اللي عندهم داون سندروم، التعامل معهم بده يكون خلينا نقول اللي هو عدة من اللي هم البروفيشنال بيرسون حيتعامل مع الطفل، مالتي ديسيبلينري تيم يعني تيم متعدد التخصصات حيتعامل مع هذا الطفل، مالتي ديسيبلينري تيم. لاحظ حيكون بيدياتريك، بيدياتريشن، بيدياتريك نيرس، اوبتالموجيست، كوميونيكيشن سكيل، اوتولوجيست، دنتست، ممكن كوميونيكيشن تريننج بيهيفير، ممكن يكون اذر، كل هؤلاء ممكن يكون اورثوبيدكس. فالتيم اللي حيتعامل مع هذا الطفل حيكون مالتي ديسيبلينري تيم، يعني تيم متعدد المهام، فمجموعة منهم لازم تتعامل مع هؤلاء الأطفال. لذلك تم إنشاء بعض الجمعيات التي تعنى بهؤلاء الأطفال، وممكن يجيبوا لهم أخصائيين في جميع الاتجاهات اللي هم محتاجين لهم. شكرا لكم.